هذا وتواصل مملكة البحرين من خلال تكاتف أبنائها وأجهزتها الأمنية جهودها لقطع يد الإرهاب الإيراني السافر ووأد المخططات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المملكة عبر ملاحقة الجنات والخلايا الإرهابية التي أثبتت كافة الأدلة المادية ارتباطها بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران. ستظل البحرين أرضاً للمحبة والسلام ورمزاً للوسطية والاعتدال، مدافعة عن شعبها بكل ما أوتيت من قوة في وجه الإرهاب الإيراني السافر، وهو ما بدا واضحاً في كثير من الأعمال والمخططات الإرهابية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية المختصة وألقت القبض على العناصر الإرهابية المكلفة بارتكابها من خلال التعامل بحزم وصرامة ووفق منهج استباقي كان له الفضل في منع وقوع هذه الجرائم. وفي هذا السياق نجحت الأجهزة الأمنية في منع عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، ومنها الشروع في اغتيال مسؤولين وشخصيات عامة واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت كافة الأدلة المادية ارتباط هذه الخلايا بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران تقوم بتدريبها وتوفير الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ جرائمها الإرهابية. لقد استطاعت الأجهزة الأمنية كسب زمام المبادرة في الميدان ونفذت خططا أمنية لاستهداف مصادر الخطر والتهديد للأمن الداخلي، ونجحت في إنجاز عمليات وقائية خلال الفترة الماضية مكنت من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات من خلال القبض على العناصر الرئيسية بالتنظيمات الإرهابية وضبط كميات من الأسلحة والمعدات والتجهيزات والمواد المتفجرة. إن قدرات السيطرة الأمنية وتتبع أنشطة الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها دليل على أن هذا الإرهاب المدعوم إيرانياً لن ينال من البحرين الآمنة والمسالمة. البحرين التي آمنت دوماً بحكمة قيادة جلالة الملك وقدرته على مواجهة الأزمات بفكر مستنير ورؤية حكيمة.